الاسمر، عارفين البلح الاسمر؟ كيلو منه متنضف، وبنشيل البذره اللي جواه، وكمان بنشيل القشره. وعندي كوبايه من الزبده، كوبايه من الزبده، وعندي كمان كوبايه سكر، وكوبايه لوز مفروم، محمص مفروم، وعندنا اربع بيضات، ومعلقتين دقيق، ورشه من الفانيليا. هقول تاني مقادير جراتان البلح: كيلو بلح رطب، وعندنا كوبايه من الزبده، وكوبايه سكر، وكوبايه لوز مفروم، واربع بيضات، ومعلقتين من الدقيق، ورشه من الفانيليا. اما الصوص اللي هنحطه على الوش وندخله عشان ياخد الجلاتان، هو عباره عن 3 صفار بيض ونص كوبايه ميه ونص كوبايه سكر، وهنعمله مع بعض دلوقتي قدامكم صوص السابايون مع بعضه، فهنوريه لكم تاني. اقول تاني: 3 صفار بيض ومعلقه نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، ده علشان صوص السابايون. تعالوا نرجع، ده الكيلو البلح بتاعنا متفصص قدامنا بالشكل ده. عندي هنا كوبايه اللوز، هنحطها في الكبه، لوز مفروم، وبعدين هننزل عليها بكوبايه الزبده، وبعدين هنحط كوبايه السكر. في حاجة مش هنحطها دلوقتي خالص غير ما نخلص، اللي هي البيض كده، ايه، سكر، وبعدين هنحط معلقتين الدقيق على الخليط ده كده، وبعدين رشة الفانيليا، وهنخلط كل الخليط ده مع بعضه، وهنوريكم شكله دلوقتي. هات لي بولة من فضلك يا سعد. ونقلب عشان نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده اهو، ونرفع تاني ونقلب لغايه كل الخليط ده ما يبقى نسيج واحد. بعد كده هنرفع تاني كل شويه كده لغايه ما نحس ان كل الحاجات دي اختلطت مع بعضها واتفرمت وبقت حاجة زي ما قلنا نسيج واحد. هنحط بيضة اهو عشان تساعد في عملية الخليط او في عملية الخلط، واحدة واحدة كده هتلاقوا كل الخليط ده بقى خليط واحد اهو، بدأ يقلب معانا اهو من فوق لتحت. لو بصيتوا لوحده من غير ما نعمل فيه حاجة، هنرفع ونزود كمان بيضة، احنا عندنا اربع بيضات، ونقلب تاني وبعدين لو لقينا برضو البيضة اختلطت نرفع بقى اخر مرة دي ونقلب اللي تحت فوق. شايفين الخليط عامل ازاي اهو؟ وبعدين نحط اخر بيضة عندنا او البيضة الاخيرة، ونخلط كله مع بعضه اخر خلطه عشان نوريكم بعد كده هنعمل ايه. اهو نقلب بعد ما خلصنا كده الخليط بقى شايفينه اهو، هنجيب بوله بتاعتنا ونفضي فيها الخليط ده، ولا على طول في الطبق اللي هندخله الفرن. هناخد اهو خليط الزبده ده اهو، ونفرده كده وندخل ده الفرن يستوي نص سوا، هقول تاني، او يستوي تلات ارباع سوا. بعد ما حطينا ده كده هندخله الفرن عشان يستوي معانا زي ما قلنا تلات ارباع سوا اهو، ونسيبه. وتعالوا نعمل مع بعض صوص السابايون اللي احنا قلنا عليه. هنحط بوله فاضيه بس تكون قعرها كده زي ما انتم شايفين دي، وبعدين عندي هنا ميه، ميه اهي، هنحطها عشان تغلي، وهنجيب 3 صفار البيض، مضرب يا سعد اهو، وبعدين هنحط عليه نص كوباية السكر،
وهنحط عليه نص كوباية المية اهو، ونقلب الخليط ده كله مع بعض ونضيف له رشة فانيليا. طبعا هنا لسه المية باردة، فأنا بقلب الخليط اهو. أول ما يوصل درجة حرارة الغليان بتاعة المية هتلاقوا الخليط ده بيتجمد معانا، بس ما بطلش خفق. أقول تاني، أنا دوبت كله مع بعض اهو، بدأ يدوب معايا. هنرفع كده هتلاقوا المية بدأت تدفى. أول ما توصل لدرجة الغليان معايا المية هتلاقوا بدأ يتجمد معانا الخليط ده، وده اسمه صوص السابايون. البخار اللي هيطلع من المية يا عمدة هيسوي البيض، يتجمد معانا البيض. لا يتجمد يعني، لا مش هخش الفريزر يعني. هقول لك انا بقى، هنا في ميه بالبخار طالع، البخار ده بيجي هنا، فلما يوصل هنا لدرجه الغليان هيبدا يطلع البخار سخن، هتلاقي صفار البيض بيستوي معايا. ايوه، بس مع الخفق المستمر ده هيفضل عامل فوليوم معايا، لكن انا لو ما بطلت اخفق هتلاقوا صفار البيض بقى كتله واحده. لكن انا بقول لكم ما تبطلوش كده الخفق ده، واقول لكم تاني المكونات بتاعته كانت 3 صفار بيض عليهم نص كوبايه سكر يعني تقريبا 100 جرام سكر، وعليهم نص كوبايه ميه يعني حوالي 100 مللي الى 110 مللي من الميه، ورشه فانيليا. عمليه الخفق دي هي اهو قدامنا المقادير اهي، عمليه الخفق اللي احنا شايفينها دي هي اللي بتساعد على ان الهواء يخش جوه بياض صفار البيض مع السكر ويديني اللي انا عايزه، القوام الهش اللي انا عايزه. شايفين الميه بدات تغلي اهي، يبقى كده دخلنا بقى في موضوع السوى زي ما بنقول. يعني احنا مع احترامي كمهنيين ما بنسويش في حمام الميه ده، احنا بنسوي على طول على النار مفيش مشكله، لكن بتبقى نار خفيفه جدا واحنا عارفين بنتحكم فيها ازاي. لكن انا عامل لكم حمام الميه ده عشان ياخد وقت قدامكم وما يتحرقش معاكم، لان ممكن صفار البيض ده يتحرق واحنا شغالين من غير ما ناخد بالنا ويعمل كتله واحده. بصي لي كده على الفرن يا سعد من فضلك اهو، احنا بنقلب كده هتحسوا ان بدا قوام صفار البيض شايفينه يتقل، صح يا عمده؟ يبقى كده بيتجمد ولا لا؟ لا تجميد دي بتاعت الديب فريزر انا عارف. لا تجميد قصدي يعني يعني يبقى كتله واحده يعني اهو. هنعرف انه استوى ازاي بقى، او احنا وصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها ازاي اهو. كل ما يتقل معايا كل ما يبقى احنا كده صح. بعد ما يوصل للدرجه اللي انا عايزها اهو، والريحه طبعا حلوه قوي، الفانيليا عامله معاها ريحه حلوه جدا. لا ده جميل، ده المضرب اليدوي ده احلى حاجه في الشغل. خلاص كده وصل لدرجه التجمد اللي انا عايزها، اركنه على جنب اهو، وممكن نشيله كمان من على الميه اللي بتغلي علشان خاطر انا مش عايزه يسخن اكتر من كده، لان ممكن يفك معانا لو اتعرض لدرجه حراره اعلى. هناخد كده ده نركنه بقى ونروح نبص على الخليط بتاعنا هنا نشوف اخباره ايه. شايفين بدا الخليط يسيح والحروف اللي حواليه تتجمد شويه، هنسيبه كمان دقيقه ولا دقيقتين اهو. شايفينه زي ما انا قلت لكم بالظبط بدا يستوي اهو اهو. بعد ما هيوصل معايا تحسوا انه استوى شويه اتجمد شويه، يعني معنى كده ان البيض مع اللوز مع الزبده مع السكر مسكوا واستوي شويه، هنحط له البلح، طبقه البلح، وبعد كده نحط الصوص ده وندخله الفرن ياخد الوش الجراتان. انا لا مش مستعجل ولا حاجه. لسه معانا وقتنا، هنجاوب مش هنجاوب بقى، هنقول لكم احنا عملنا ايه لغايه ما احس ان الخليط بتاع البريزي ده او الخليط اللي انا عامله ده بدأ يخش في السوى، وبعد كده هنحط البلح مع بعض ونرصه ونحط عليه السبايون وندخله الفرن يستوي معانا. ممكن لو حابين، ودي إضافة من عندي، بعد ما نحط البلح فوق الخليط بتاعنا بتاع اللوز نحط عليه 3 4 5 بولات من الآيس كريم، ويا ريت يكون آيس كريم مستكة، وبعد كده نغطي بالسبايون ياخد الوش الجراتان نطلعه، بس لازم يتاكل في ساعتها.
يعني ايه اتاكل في ساعتها، لان الايس كريم مش هيستحمل انه يقعد معانا. لكن لو انا ده الكلام ده لما يكون عندنا عزومه او حاجه يعني نعمله ونطلعه في ساعتها يتاكل، لكن لو انا عايز اكله بعد كده مش هحط له ايس كريم خالص، احطه بالطريقه دي ويتاكل يا اما سخن يا يتاكل بارد بعد ما يبرد، مفيش مشكله وبالهنا والشفا. هنبص كده بصه اهو، هو كده ايه اتجمد معانا شايفين. انا هوريكم لما نروح هناك عند الكاميرا ان هو بالفعل وصل للدرجه اللي انا قلت عليها اللي هي السوى ثلاث ارباع السوى، اهو شايفينه اتجمد اهو. طالما ما بيتهزش معانا يبقى اتجمد. فهنجيب بس حاجه نحطها عليه عشان الرخامه ممكن يكسر معايا البايركس ده، لان ده طالع من سخن وده بارد جامد جدا. لو احنا بقى نسينا ومستعجلين وحطينا كده ممكن يكسر معانا. هناخد البلح ننزله برصته دي كده زي ما هي اهو، ونرفع. هات بس المنديل كده وبعدين ناخد الصوص بتاعنا اللي قلنا عليه صوص السابيون ونضيفه على الوش اهو، نغطيه خالص زي ما قلت. لو هناكله في ساعتها ممكن نضيف له الايس كريم، مش هناكله في ساعتها يبقى زي ما قلت لكم ما نضيفلوش ايس كريم، وعشان نبقى نستعمله في اي وقت تاني. بعد ما حطينا الكميه كلها اهي هندخله الفرن ياخد جلتان. الموضوع ده هياخد بالظبط ثواني لان الصوص ده ما بيستحملش الجلتان اهو. هنستأذن حضراتكم ندخل ده بس تحت الشوايه لمده ثواني زي ما قلت، وبعد كده نطلعه ونقدمه وهوريه لكم، وبرده هفتح فيه فتحه صغيره عشان تشوفوه، ولكن هنستأذنكم في فوق لكم منه حته واللي يحصل يحصل مفيش مشكله. انا طبعا هو شكله كده حلو. احنا بنعمل هنا دراسه اكاديميه، يعني بنعلم سيدات البيوت هدفنا والناس اللي هي الشباب الصغير اللي بيتعلم. فانا ما يهمنيش ان انا ابوظ شكل الطبق قد ما يهمني ان المتلقي او اللي قاعد قدامي يشوف شكله من جواه شكله ايه. يعني في ناس بتحب الشكل يبقى زي ما هو، لكن انا بوريكم تفاصيل التفاصيل جواه. هنقطع كده قطعه اهي وكده كمان، حتى لما نيجي نغرفه قدام الناس نعرف بيتغرف ازاي كمان اهو. نجيب كمان شويه وكده بقى، يعني جربوه مش هقول